أي مكان أيضا. ضمن التعاون المشترك بين المعهد التقني كربلاء والعتبة العباسية المقدسة مركز الكفيل المعلوماتي، استضافنا اليوم الأستاذ وسام الخزاعي لعرض برزنتيشن حول نظام السراج لإدارة الجامعات. الجامعات العراقية عامة الآن في طور التعليم الإلكتروني نظرا لجائحة كورونا، فتحتاج هكذا أنظمة وهكذا برامج. نحاول خلال هذه الندوة التعريفية الاستفادة من هذا البرنامج والتعرف على خصائصه وإمكانيات اللي موجودة في البرنامج إن شاء الله في طور التعاقد و العمل المشترك لتطبيق هذا البرنامج في المعهد التقني كربلاء التابع لجامعة الفرات الأوسط تعميما لباقي الجامعات. تم دعوة مركز الكفيل لتقنية المعلومات أحد الوحدات التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة لعرض موجز عن نظام السراج لإدارة الجامعات، أحد المنتجات اللي أنتجها مركز الكفيل بأيادي عراقية. هذا النظام اللي يخدم شريحة مهمة من شرائح بلادنا الحبيبة، وهي شريحة طلبة الجامعات، حيث يمكن من خلاله إدارة أمور طلبة الجامعات بصورة متكاملة. يحتوي على نظامين، الأول هو نظام إدارة المعلومات الطلبة اللي هي Management Information System، والثاني هو نظام تعليمي إلكتروني متكامل اللي هي احنا ندرجه ضمن e-learning system. طلاب عدة بأكسل، أساتذة عندك معلوماتهم بأكسل، تقدر أنه تستوردهم مباشرة إلى النظام.